من أيام بقى تانية انطلقت من محمية وادي دجلة حملة اسمها حكاوي من ناسها. الحملة دي هدفها دعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، وكمان الهدف منها إنها تعرف بتراث وثقافة وعادات وتقاليد أهل مصر وكمان أهل وسكان المحميات. حكاوي من ناسها يا منى، يمكن هي الحملة اللي بيتم تنظيمها في إطار احتفالات مصر بأسبوع دعم الاستثمار البيئي ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الحملة دي من خلال الدكتور محمد عليوة، مستشار وزير البيئة لشؤون التواصل ومدير مشروع إيكو إيجيبت اللي موجود معانا عبر زوم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير أستاذ منى، صباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. بداية عايزين نعرف إيه هي فكرة حملة حكاوي من ناسها، يعني حملة لطيفة ومختلفة، الأهداف بقى من الحملة دي إيه؟ هي الحملة بتعتبر جزء من حملة إيكو إيجيبت. حملة إيكو إيجيبت موجودة للترويج للسياحة البيئية أو لمنتج للسياحة البيئية داخل 13 محمية من ال 30 محمية بتوع الموجودين على الأرض التابعين لوزارة البيئة. حملة حكاوي من ناسها بتركز على 11 قبيلة رئيسية عايشين داخل وحول المحميات. بنركز بشكل كبير على الإرث الثقافي المادي واللامادي. إحنا بالنادي بنقول الاستخدام المستدام للموارد، بس هل الموارد دي هي موارد طبيعية بس داخل المحميات؟ لا، هي موارد طبيعية وموارد ثقافية. فعشان كده احنا في الحملة بنركز على الموارد الثقافية والإرث الثقافي لل11 قبيلة دول. ال11 قبيلة دول موجودين على أرض المحميات من قبل حتى إعلانهم محميات. لقينا إن إرثهم الثقافي البيئة تعتبر شكلته بشكل كبير جدا، فهو إرثهم الثقافي قائم على التعايش مع البيئة والحفاظ عليها. فاحنا لو بنتكلم على استدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام المستدام للموارد، فالناس دي اكتشفنا ان هي اللي بتعلمنا الاستدامة وليس العكس. فدي كانت حاجة لازم نساعدهم ان هم يحافظوا عليها وفي نفس الوقت نوصلها للسائحين سواء المصريين او السائحين الاجانب. كان في محور تاني مهم جدا هو شكل الارث الثقافي ده. لان الارث الثقافي ده بيتشابه وبيتباين، مع ان احنا بنتكلم على 11 قبيله في حتت جغرافيه منفصله او بعيده تماما، بس لقينا في حتى مش بس اختلافات، لقينا في تشابه كبير قوي. بنلاقي الارث الثقافي ده بيتمثل في الزي، اللغه، الموسيقى، يعني الفنون، الموسيقى، الشعر، القصص، حتى المنتجات المحليه اللي هم بيعملوها. فكان الهدف الرئيسي هو الحفاظ على هذا الإرث، ان هو يستاهل ان احنا نحافظ عليه ويستاهل كمان ان احنا نستخدمه كمورد. وبالحالة دي لو نجحنا في الهدف ده فاحنا كده بنتكلم على دعم كبير جدا 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 لهذه المجتمعات بدمجهم في منتج السياحة البيئية، وتعتبر نواة لنوع جديد من السياحة وما يسمى يعني بالكوميونيتي بيست توريزم او السياحة القائمة على التراث الثقافي. ودي في بلاد بتقوم عليها أصلا سياحة كاملة على مجتمعات المحلات. دكتور محمد، عاوز أعرف من حضرتك إزاي هيتم تحقيق أهداف هذه الحملة، حملة حكاوي من ناسها؟ هل هتكتفوا فقط بالتوثيق؟ هل هيكون في فعاليات زي مثلا مهرجانات، زي مثلا ورش عمل ل يعني القبائل او اهالي القبائل اللي موجودين في هذه الاماكن، ولا ايه الهدف المرجو من حمله حكاوي من ناسها؟ طيب، هي طبعا هي حمله هتمتد لمده 4 شهور، هيبقى فيها مش بس تلفزيون وسوشيال ميديا، هيبقى فيها بالفعل فعاليات على الارض زي اللي شفناها في اطلاق الحملة. يمكن كان في مهرجان اللي هي مهرجان شخصيات مصرية، ده كان الهدف منه برضه ان هو بيجمع كل القبائل دي مع بعض ومهرجان على المستوى الوطني، وكان ساعات كمان بيبقى على المستوى الدولي، يعني بيتم دعوة ليه شخصيات دولية. بنركز في بعض الحاجات المهمة جدا زي مثلا الموسيقى، ودي هيتعمل له برنامج ترويجي لوحده، الموسيقى المختلفة لهذه القبائل. في نفس الوقت برضه هتنكز على المطبخ أو الطبخ للسكان المحليين، وده هيتعمل عليه برضه
برنامج لوحده، برنامج ده هيمتد لثلاث اشهر بعد كده يعني. في نفس الوقت احنا عندنا نوعين من الماتيريال طالعه، في الفيديو الكبير وهو الدوكيومنتري او الوثائقي، وده هيتعرض على الوثائقيه وعلى منصه واتشت. وفي نفس الوقت في 11 فيلم صغير، كل فيلم بيتكلم عن قبيله بعينها، ده برضه هيتم الترويج ليه من قبل المنصات الاجتماعيه. كل الكلام ده وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلت كده احنا بنشتغل في ضفافه. فاحنا بنشتغل مع وزاره السياحه ان احنا نعمل بعض الرحلات القائمه على التراث الثقافي في بعض المحميات، يعني هنبدا باربع محميات بالفعل عملنا عليهم برامج سياحيه، فهنبدا نروج ليها باستخدام السوشيال ميديا. طيب بشكل هو الهدف شخصي، ان احنا يبقى في برامج سياحيه. طيب احنا عملنا بالفعل برامج بنبدا نروج. نقدر نقول بشكل شخصي بعد التوثيق اللي حصل الفتره اللي فاتت، ايه اللي كان بالنسبه لحضرتك يعتبر معلومه جديده بعد التوثيق اللي انت عملته؟ اللي كان بالنسبه لي معلومه جديده كانت، او يعني معلومه ما كانتش جديده بالنسبه لي، انا ده تخصصي، بس معلومه جديده لكثير من المتابعين. الشعب المصري، هو ان يا جماعه في، يعني لو احنا بنتكلم على استدامه، ففي ناس عايشه على الارض بقالها عشرات السنوات، حياتها الطبيعيه قائمه على الاستدامه، عرفوا يعيشوا في تناغم مع الطبيعه وعرفوا يحافظوا عليها من غير ما نعلمهم المعلومات اللي احنا بنحاول ننادي بيها كوزاره بيئه في رفع الوعي، في رفع الوعي البيئي بقى لنا كتير. هم دي حياتهم، هي ده ارثهم، ارثهم قائم على الحفاظ على البيئه، عشان احنا كده، عشان كده احنا ناس بتاعت بيئه مهتمه جدا جدا بحاجه زي كده. يعني فكرة الحفاظ على البيئة والاستدامة يمكن هو ده الهدف الرئيسي من حملة حكاوي من ناسها في يعني هذا اليوم، ويعني يكون إن شاء الله الهدف المرجو هدف يعني قيد التحقيق فكرة الوعي بالقضايا البيئية. وأعتقد اللي احنا بدأنا اللي احنا نحقق ده من خلال حملات التوعية والوعي بالمشاكل البيئية وتغيرات المناخ تحديدا، من خلال الحملات اللي كانت بتنظم لأثناء كوب 27 ويمكن امتدت حتى وقتنا هذا. وأكبر دليل اللي احنا بنناقشها النهاردة مع حضرتك، بنشكر حضرتك الدكتور محمد عليوة مستشار وزيرة البيئة لشؤون التواصل ومدير مشروع إيكو إيجيبت اللي موجود معنا عبر تقنية زوم. شكرا لك.